طيب لسه معاك، تعال نشوف كابسول 2 من كونكت فايفر للفاينل ريفيجن ونقول بسم الله. علي is very good at poems. poems دي معناها قصائد شعر، اللي يا حبيبي يا نور العين يا ساكن في شبرا مثلا، يبقى قصائد ايه؟ شعريه. شعريه ولا مكرونه؟ شعريه. رايت ولا رايتنج ولا رايت؟ مش عايز الشعريه دي في حاجه، انا عايز جود اد. جود اد بيجي بعدها ايه؟ مين علي الدور؟ عاش. يبقى رايت ولا رايتنج ولا رايت؟ يا نهار ابيض دكاتره يا جماعه. طيب يلا يا سكره. I am good at Arabic. I am good at reading ولا read ولا reads؟ لسه بتفكر. ثواني لسه بتفكر. reading. ايوه كده فكرت لسه بتفكر. لا انا مش لاقي سؤال. ماشي 22 لوجي. The camel is good at across the desert. walking. عايش. خلاص اتحفظت القاعده دي. Asir is good at tennis. عايش. I am bad. bad in ولا bad on ولا bad at؟ at. I am bad at handball ولا rice ولا meat؟ handball. اه يعني انا مش وحش في الرز؟ الا بقى لو انا مخلل ولا حاجه، ولا انا وحش في اللحمه الا لو انا بهارات، يبقى انا وحش في الهامبول. هي ايه الهامبول؟ الهامبول اللي هي عايش. ايوه كده. هدايه. هدايه ملاك. عارفه هدايه ملاك؟ ايوه اللي هي فاتحه اخر الشارع دي، بوتيكه حلوه قوي، بروح اشتري منها. هدايه ملاك won the bronze medal. ميدل. يبقى فازت بالميداليه البرونزيه. طب معلش هسالك سؤال محرج شويه، هي الميداليه البرونزيه دي يبقى كده فازت بالمركز الكام؟ الثاني. الثالث. ذهب جولد. أيوة. فضه. سيلفر. بعد كده برونز الثالث. ديرتي ووتر 27. الديرتي ووتر ده هو ممكن يعمل ايه؟ ديرتي ووتر كان ميك تشيكن and old people ill ولا good ولا kind؟ لا مين فاكر ده؟ dirty water. من مش بعيد، انا عايزك انت تقول انت كمان. dirty water can make children and old people ill. برافو عليك. يبقى الميه اللي هي مش نظيفه ممكن تخلي الاطفال او تخلي الناس الكبيره مريضه. we use air freshener او freshers to make the air cleaner. تيست ولا سميل ولا فيل؟ استني، هو الهواء تيست ولا سميل ولا فيل؟ سميل. يبقى هنا هو رائحته، يبقى سميل كلينر مش طعمه. هات لي 29 the sun energy for planets. السؤال ده جه في الامتحان. امتى؟ جه في الامتحان بتاع بورسعيد اول امبارح. لا مهم قوي، حط عليه ستار. بروفايدز معناها يزود. يبقى هنا هو الشمس بتزود الطاقة للنباتات، بتمدها، يبقى يزود أو يمد. بطلي حركة. هات لي 30. السؤال ده مهم. We can't breathe because the air is black and إيه؟ عايش. هو إيه توكسيك ده يعني إيه؟ أيوة كده شاطر. توكسيك. I love because I am good at doing high kicks. I love إيه؟ علشان أنا شاطر في ال doing high kicks. انت عارفه ايه الهاي كيكس دي؟ احنا قلنا كيكس معناها ركلات. هاي كيكس ركلات عاليه، بتبقى في التنس ولا في الكاراتي ولا في الاسكواش؟ ركلات الكاراتي. اللي هو الكاراتي، لان انا برفع رجليا لفوق كده ممكن اديها في وش بني ادم. I like it the story. It's nice. Because. يبقى هنا للسبب. Because. Please save me from this giant. أول واحد. بسرعة. اللي اسمها إيه؟ ملهاش اسم؟ ما سموهاش لسه؟ اسمها إيه؟ Trouble. Trouble يعني إيه سكرة؟ يعني. أيوة. قلب الضعيف لا يحتمل. الناس ما بتحفظش وردس ولا ايه؟ لا انا ايوه تربل يعني ايه؟ تربل جاينت. ساعة ما الفرخة قالت هيلب هيلب مي الحقوني الحقوني الحقني من الجاينت ده اللي كان ايه؟ تربل 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 بقى يعني ايه؟ اللي هو متوحش. لا مش متوحش، ما كانش بياكلها. مستر ها؟ كان الكبير لا مستر انا لا انا عملاق.
لا ايه ده التربل جاينت اللي هو العملاق المفترس. هنا التربل معناها فظيع اكتب عليها اللي هو تربل جاينت اللي هو العملاق الفظيع. قول بقى عليها مخيف، قول عليها فظيع، قول عليها صفة مهببة بستين نيلة، ما عنديش مشكلة. أوكي؟ طيب ما ينفعش أقول على الجاينت سمول وما ينفعش أقول على ليتل. تمام؟ طيب هات اللي بعديها. The mixture into a baking fish a baking dish. أعملي بقى يا مستر؟ عايز أقول هصب اللي هي تاني واحدة. طب ما ينفعش اقول واحده؟ ليه اقول واحده ما تنفعش ليه؟ بور عشان ايوه بور عشان بور اهي نكتبها. كلمه بور الاولى معناها فقير، لكن بور ده هي معناها يصب. يبقى خلي بالك من الاثنين دول، انا بكتب الحاجات اللي بتقع معايا اهو، يبقى بور. هات اللي بعديها. يلا يا حبيبه. ماي انكل ايجز اند سيل ذم ات ذا ماركت. فكرني. لا دايما البيض ده هو احنا بنستخدم معاه فيرب كوليكت بمعنى يجمع. طب استني، والبلانتس بنستخدم معاه هارفست بمعنى يحصد. خلي بالك من الحاجات دي. طيب خلي بالك من حاجه تاني معلش سامحني. ايه هي؟ ان كلمه بروفايد معناها يزود او يمد، عشان دي جت في امتحان سنه من السنين اللي قبلك. هات اللي بعده او صف من المحافظات اللي قبلك. ماي انكل اكز يبقى دي انتولي كولكتس. هقف لحد هنا الكبسول دي وناخد كبسول جديده.